ضحك سمعتي اجي تشوف. اقترحنا على الاف الاشخاص في المغرب كامل يشاركوا معنا ويكتشفوا المراحل اللي كدوز منها مراقبه جوده الوقود عند افريقيا، وهذه هي تجربتهم. شاركت هذا البرنامج حيت عارف راسي غنشوف شي حاجه عمري ما شفتها في حياتي. جيت كسفير ديال سياره الاجره باش نشوف هاد المراحل اللي كيتمنى ونتاكد ونعرف لا كاليتي ديال الجوده ديال الوقود افريقيا. اليوم جيت باش نعرف الفرق من جميع الانواع ديال الغازوال. جيت نشارك في هذا البرنامج باش نعرف المراحل اللي كدوز منها المازوت باش يوصل لعندنا. اول مرحله ميناء طنجر المتوسط، هنا كتستقبل افريقيا كميه كبيره من الوقود اللي تتوزع في كافه مناطق المغرب. مراقبة الجودة كتبدأ قبل تفريغ الباخرة. توزيع الوقود كيتم بثلاثة ديال الطرق، عبر الطريق بواسطة شاحنات أفريقيا، عبر السكك الحديدية، أو عبر بواخر كتسمى لي كابوتور. قبل ما يوصل المحطة تتم تخزين الوقود في مستودعات خاصة بحال هذه في مدينة المحمدية. La première des choses était vraiment étonnée par la quantité de stockage. Ensuite, très satisfaite de la sécurité. بفضل جولة ياك سمعتي اجي تشوف، دخلنا لأول مرة المختبر لمراقبة جودة الوقود مع المشاركين ديالنا، وعرفنا بأن كل عينة وقود تتمر ب 14 اختبار قبل ما توصل لمحطة التوزيع. كاين شي حوايج اللي حنا ما يمكنش لينا نفهمهم وما فهموهم لينا، يعني شي حوايج في دي دوغري في سيونس هذا، دونك ماشي أي واحد ممكن يفهمو، ولكن هما حاولوا يشرحوا لينا هذا الشيء بالتدقيق. بحالكم تانا سمعت بزاف على وقود باور ماكس ومفعوله على تنقية وتطويل أمد المحرك، ولكن باش نفهم حسن مشينا مع المشاركين ديالنا لمحطة تخزين أفريقيا في الجرف الصفر. بفضل الخبراء ديالكم شرحوا لنا وفسروا لنا بأنه فوالا دونك سي دو بارفي. لاديتيف إل دون بوتيتر أون لونغ دوغي على فواتور إلا ليس بروبر. فاش وصلنا لمحطة الوقود ومن بعد ما شفنا هاد الاختبارات كلها كنا كنعتقدوا ان مراقبة جودة الوقود سالت، ولكن بسرعة اكتشفنا ان اختبارات اخرى مازال كتسنى. مراحل كيفاش كيجي الوقود كيفاش كيتكونترول عليه حاجة مهمة، والحاجة اللي كنعدنا فيها الشك قبل وكان كنقولوا مثلا المازوت يكون فيه مساخ ولا ما موسخش، حنا شفنا كلشي على عينينا. مثلا المازوت كيجي يوميا كيتكونترول يوميا، الا ما كانش صالح كتكون اجراءات اخرى، كان صالح كيدوز مثلا لي كليون وداكشي، وهذا حاجة مهمة بزاف بالنسبة ليا. عند افريقيا كل الزبناء تستفدون اختبارات الجوده بما فيهم زبناء المهنيين بحال شركه النقل الحضريه لمدينه اكادير اللي استقبلتنا بحفاوه كبيره. لابوراتوار متنقي ما كانش تيخطر على بالي انه يكون في جميع تيدور على لي ستاسيون. بصراحه ياك سمعتي اجي تشوف، ماشي غير جوله ديال مراقبه جوده الوقود، هي اولا واخيرا مغامره انسانيه رائعه. اول مره تنعيش هاد التجربه فريده من نوعها. كاين شي حوايج اللي حنا ما يمكنش لينا نفهمهم وما فهموهم لينا. اكتشفنا بزاف د الحوايج ما عمر كانوا في بالنا، ودابا عاد زاد الثقه ديالنا في المازوت ديال افريقيا، وعرفنا بان مازوت نقي 100%. احنا ما كناش كنعرفوا هاد الشيء هذا، بالحق دابا شفناه بعيننا واضح، داكشي واضح بوضوح كامل. النظره ديالي بالنسبه لستاسيون افريقيا تاكدت انه، حيت انا كنت نهضر بدون ما نشوف، دابا ملي شفت تاكدت بانه عندهم جوده فعاله وجوده عاليه، و يعني كيخدموا في الناس بطريقه احترافيه. باغ بور لا كاليتي غنعرف راسي بانني درت وقود ذات جوده عاليه.